الجي ال بي 1 انالوجز كفيكسد كومباينيشن، بس لازم يبقى انا عندي الانديكيشن ان انا ادي ده وادي ده، فبدل ما ادي ده في ابره وده في ابره خلطوهم مع بعض. اتفضل يا دكتور. في ابرتين يا دكتور، ما في لا ما المين في الم. السلام عليكم. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين. انا بشكر الدكتوره انجي، مبسوط جدا 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 بوجود دكتوره نسرين. الحمد لله، مليون الحمد لله على السلامه. بشكر شركة سانوفي. إن شاء الله إحنا النهاردة هنتكلم، لا خلينا أحسن بعد إذنك معلش. اللي هنتكلم النهاردة عن مدرستين اللي هي السيكونشال تريتمنت ومدرسة الكومباينيشن تريتمنت. إيه المزايا؟ إمتى حدي ده؟ إمتى همشي سيكونشال؟ إمتى همشي بكومباينيشن؟ هنتكلم عن الكومباينيشن، إيه مزايا الفري كومباينيشن والفيكسد ريشيو كومباينيشن؟ النهارده هنتكلم عن السليكوا. دي البيشنت بتاعتنا مسز ساميه، عندها 52 سنه، تايب 2 دايابيتس، بقى لها اربع سنين ماشي على فول دوز ميتفورمين، وده بقى الفلوزين 5 مللي جرام. الدايابيتس بتاعها اوت اوف تارجت، هيموجلوبين اي 1 سي بتاعها مور ذان 9، اوت اوف تارجت على مستوى الفاستنج والبوست برانديال، ودي نقطه مهمه جدا. هي اوبيز، وبالرغم من كده هي انكشس للويت بتاعها، مش عايزه تتخن اكتر من كده او على الاقل تخس، وخايفه جدا من الهايبوجلايسيميا. احنا هنتكلم على انتنسيفيكيشن، اكيد مسز ساميه محتاجه انتنسيفيكيشن. هنعمل انتنسيفيكيشن ازاي؟ يعني هي عايزه تخس وخايفه من الهايبوجلايسيميا، الاثنين، وهي انكنترولد على مستوى الهيموجلوبين اي 1 سي وعلى مستوى الفاستنج والبوست برانديال، ودي نقطه مهمه جدا. انتنسيفيكيشن اوبشنز بتاعتنا ان احنا هنضيف سيرد اورال دراج، وده مش هيدينا البنفيت قوي لان مش هيعمل لي تايت جلايسيميك كنترول، وفي نفس الوقت البايوجليتازون بوست مونوبوزال عندنا ريسك الاوستوبروزيس. هل عندنا نعمل اديشن لبيزل انسولين؟ ده اوبشن مهم جدا وكلنا بنعمله وما زلنا بنعمله وكنا بنعمله، وكان الانتنسيفيكيشن تول الاساسيه بتاعتنا لفتره طويله. او نضيف جي ال بي 1 ديلي او ويكلي، لونج اكتنج اور الترا لونج اكتنج، او نعمل كومباينيشن بين البيزل والجي ال بي 1 كفري كومباينيشن كل واحد لوحده، او ندي الفيكسد ريشيو كومباينيشن وبيزل انسولين. هنناقش الكلام واحده واحده. احنا هندي كومباينيشن ليه؟ كومباينيشن ليه؟ فيكسد ريشيو او فري ريشيو، ايه المزايا؟ الاستادي دي اتعملت في 2005 وبتتكلم على السيكوينشال تريتمنت. قد ايه ان انا لما بمشي سيكوينشال تريتمنت ببدا بالدايت الاكسرسايز، اعمل ابجريدنج للتريتمنت بتاعتي بوان اورال، اعمل انتنسيفيكيشن او ابجريدنج للدوسج، بعد كده اعمل كومباينيشن. كل ده هيخلي العيان دايما اوت اوف كنترول، غالبا اوت اوف كنترول. انا بستنى المشكله وبعد كده برياكت معاها. هي دي المشكله عندنا، بجانب ان الفلكتويشن ده بتاع البلاد جلوكوز ليفل بيعمل مشاكل اكبر، ودي كانت رساله الدكتوراه بتاعتي اللي كانت مشرفه عليها الاستاذ دكتور انجي. والكومباريزون بالايرلي يوز اوف كومباينيشن، الايرلي يوز اوف كومباينيشن هيدي لي مور تايت كنترول، وبعد كده ايفن لو انا محتاج اب تايتريشن للدوسج بتاعتي، العيان مور اور ليس ويزن تارجت رينج. عشان كده الجايد لاينز الامريكان دايبيتس اسوسيشن في 2021 قالت نبدا بكومباينيشن لو العيان اوت اوف تارجت بين الهيموجلوبين اي 1 سي اباف نورمال او اباف تارجت ب 1.5 ل 2%. وحددت الكومباينيشن وعملت ريكومنديشن للجي ال بي 1 مع البيزل انسولين لو العيان التارجت بتاعه الويت جين او الريسكي للهايبوجلايسيميا. دي الكومباينيشن. طيب لو نفس الدراجز دي اتخذت بسنجل انجكشن، هل هيبقى ليها فرصه لكنترول اكبر ولا لا؟ الاستادي دي اتعملت في 2020 وقالت ان كل لما الهيموجلوبين اي 1 سي البيز لاين هيموجلوبين اي 1 سي زاد عن 9، كل لما كانت فرصه البيزل انسولين او جي ال بي 1 كسنجل دراج كانت قليله. على مدار سنه، على مدار سنه كانت البروبابيلتي للوصول للتارجت اقل من 20%، ولو على مدار سنتين بتبقى اقل من 30%، وده لو سنجل انجكشن. يبقى احنا عايزين كومباينيشن. الكومباينيشن ده كل لما كان اكتر في عدد دراجز اكتر، كل لما كان الكومبلاينس بتاع العيان اقل. ودي ستادي قالت ان كل لما عدد الادويه بيزيد كل الكومبلاينس بتاع العيان ما يقل، وكل الكومبلاينس بتاع العيان ما يقل التارجت بتاعي كمان في الاخر مش هوصل له. يبقى انا خدت كومباينيشن بس ما خدتش ادهرنس بالعيان، ففي الاخر ما وصلتش للتارجت اللي انا محتاجه.
عشان كده الكومباينيشن ريكومندد، بس ريكومندد بشرط ان هي تتاخد بشكل يخلي العيان ادهرنت ليه. ويا ريت كمان لو الكومباينيشن دي اتاخدت بين تو كومبوننت، التو كومبوننت ليهم كومبلمنتري اكشن مع بعض زي البيزل انسولين والجي ال بي 1. بيزل انسولين بيشتغل مور اكتر على الفاستنج وهيعمل لي كنترول على الفاستنج، وايل الشورت اكتنج جي ال بي 1 هيعمل مور اند مور كنترول على التارجت بوست براندل بلاد جلوكوز. وده ملخص للكلام اللي قبل كده، ان احنا كل ما هيكون الكومباينيشن موجوده كومبلمنتري ميكانيزم اوف اكشن، كل ما هتارجت باس فيسيولوجي، وده كلام ديفرونزو اللي هي الاومنس اوكتيت اللي هي عماله تزيد كل ماده، وكل ما انا هتارجت بكومباينيشن هتارجت مور اند مور باس فيسيولوجي، فحد مور اند مور كومبلمنتري اكشن، فهوصل لتارجت اسرع. وفي نفس الوقت دي لو هي فيكسد ريشيو هيبقى سيمبل ريجيمن، والسيمبل ريجيمن هيضمن لي مور ادهرنس ومور بريزيستنس للعيان، فهيسهل لي وصول لتارجت اسرع. السلايد الاخيره دي اوت اوف فلو بس مهمه جدا، دي بتقارن بين الشورت اكتنج الاكسسينتايد اللي هو الشورت اكتنج جي ال بي 1 فيرسس الليراجلوتايد، وده البيز لاين للبوست براندل بلاد جلوكوز في العيانين تقريبا ذا سيم. اللونج اكتنج ليراجلوتايد او اللونج اكتنج جي ال بي 1 نتيجه الكونتينوس ستيميليشن اللي بيحصل للريسبتورز مع الوقت الافيكاسي بتقل، على عكس الشورت اكتنج اللي هيديني مور اند مور كنترول. كل ده كلام ساينتفك كويس جدا. وات اباوت الكلينيكال ايفيدنس للفيكسد ريشيو كومباينيشن؟ اول حاجه في الجايد لاينز 2022 عملت ريكومنديشن للبيزل انسولين كومباينيشن مع جي ال بي 1، وقالت انها هتديني مور اند مور جلوكوز لورنج افكت. مش بس كده، هتديني ويت كنترول وهتديلي ريسك اقل للهايبوجلايسيميا. وعلى مستوى الاي اس دي والامريكان دايابيتس اسوسيشن في 2019 قالت ان الكومباينيشن ده كان الانتنسيفيكيشن ريجيمن بالانجكتابل، وقالت ان الفرصه الاول للجي ال بي 1 ولو ما حصلش كنترول ممكن اعمل اد اول بيزل ثيرابي، وقالت حطت سهم في الاخر اللي هو اليلو ارو ده على الفيكسد ريشيو كومباينيشن. وات اباوت كلينيكال داتا والترايل اللي هو الاكزلان بروجرام او الاكزلان او اللي اتعمل على البيشنت اللي ماشيين على اورال انتي دايابيتيك ميديكيشن وعايز اعمل لهم انتنسيفيكيشن عشان اوصل للتارجت؟ البروجرام ده اتعمل على العيانين او اوف تارجت، هيموجلوبين اي 1 سي بتاعهم من 7 ل 10 حسب تايب اوف الميديكيشن ماشي عليها. العيانين كلهم ماشيين على ميتفورمين، هنعمل لهم انتنسيفيكيشن في 3 ارمز. الارم الاولاني هياخد ليكسيسينتايد الون، الارم الثاني هياخد السيليكوا، الارم الثالث هياخد الانسولين جلارجين 100 مع الميتفورمين، واتعمل لهم فولو اب على مدار 30 اسبوع. الريزلتس طبعا احنا بنقيم انتي دايابيتيك ميديكيشن او انتي دايابيتيك ريجيمين، عايزين نشوف الاول حاجه خالص الهيموجلوبين اي 1 سي. هيموجلوبين اي 1 سي ريدكشن على الارم اللي كان بياخد السيليكوا كان مور ايفيدنت، وكان في سيجنيفيكانت ديفرنس. مش بس كده، على مستوى ال 7 بوينتس كيرف، هل الكومباينيشن ده او الفيكسد ريش كومباينيشن ده عمل تايت كنترول على مستوى اليوم ولا كان في فلكتويشن؟ الدوتد فيجر اللي تحت البلاك اخر واحد تحت باين ان على مستوى ال 7 بوينتس كيرف البوست براندال هايبر جلايسيميا كانت مور كنترول، ايفن مع ان احنا بنستخدم شورت اكتنج الليكسينتايد. طيب على مستوى الهايبوجلايسيميا كان no significant difference between the three arms. على مستوى الويت جين كان الارم اللي بياخد الليكسيسينتايد مع الـ في صوره كومباينيشن كان عامل برضه ويت ريدكشن، وكان في significant difference بينه وبين الارم اللي بياخد بيزل انسولين الون اللي كان فيه ويت جين. على مستوى التارجت هيموجلوبين سي البرسنتج وصلت لحوالي 75 او 74% في الارم اللي بياخد السيليكوا ان كومباريزون مع التو ارم كان التانيين اللي بياخدوا بيزل انسولين او جي ال بي 1 انسبرت، وكان في سيجنيفيكانت ديفرنس بينهم. على مستوى السب اناليسيز بقى، لو احنا بنعمل سب اناليسيز للعيانين اللي جوه الاستادي اللي كان الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعهم مور ذان 9، هل كان في ديفرنس؟ طبعا كان في ديفرنس، وكل ما البيز لاين هيموجلوبين اي 1 سي بيزيد كل ما بحوصل لتايت هيديني رينج للكنترول اكتر. العيان ده اللي بياخد السيليكوا وصل لحد
up to 3% reduction للهيموجلوبين A1C، وكان في significant difference عن التو arms التانيين على مستوى البرسنتج اللي وصلت للتايت كنترول، برضو كان في significant difference وما كانتش فرقة عن التوتال اناليسز للاستادي على مستوى الديوريشن والديورابيليتي بتاعت الديابيتس. هل لما زاد السب اناليسز للجروب اللي الديوريشن بتاعت الديابيتس فيها اكتر من 7 years هل اتاثر الكومباينيشن ده؟ بالعكس مدي نفس الريزلتس وفي سيجنيفيكانت ديفرنس، وما فرقتش معانا بين العيانين اللي بقالهم اكتر من 7 سنين ديابيتك والعيانين اللي لسه 7 years. وبرده السب اناليسز للجروب على مستوى الايدج هل في ديفرنس؟ ستيل برده الارم اللي واخد سيليكوا مميز بالمور اند مور كنترول. ده ملخص الاكسلان بروجرام او الاكسلان او اللي قال ان في تايت جلايسيميك كنترول حتى في السب اناليسز مع الايدج مع الويت مع البيز لاين هيموجلوبين، كل في الارم اللي بياخد السيليكوا كله كان في سيجنيفيكانت ديفرنس. برضو على مستوى البي ام اي العيان المور اند مور اوبيز كانت نفس الريزلت، الارم اللي بياخد سيليكوا كان مدي سيجنيفيكانت ديفرنس في الكنترول. وده نتيجه الكومبلمنتري اكشن اللي حصل بين الجي ال بي 1 والشورت اكتنج انسولين. عشان كده كانت ديسيجن في البدايه ان احنا ادينا العيانه بتاعتنا فيكسد ريشيو كومباينيشن من البيزال انسولين والجي ال بي 1 علشان الكومبلمنتري اكشن اللي ما بينهم والمور كومبلاينس اللي نتيجه ان العيانين دول بياخدوه فيكسد ريشيو كومباينيشن. باك تو اور كيس، العيانه بتاعتنا رجعت كنترولد، الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعها حصل ريدكشن من 9.5 ل 6.9 والفاستنج والبوست براندل بلاد جلوكوز بتاعها كنترولد، والبي ام اي بتاعها ستيل تقريبا ذا سيم او اقل حوالي 0.6. نيجي بقى لنقطه الالم اللي سانوفي ريحت العيان بيها بس تعبتنا احنا، ناخد مجهود مننا احنا بس خمس دقايق او دقيقتين علشان نعمل ديفرنشيشن بين الالمين والادفانتج اللي ادتها لنا بالتفرقه بين الالمين. الالم الاصفر ده اللي هو تدريجه بيبدا من 10 بيوصل لحد 40، والالم الاخضر الجميل ده من 30 ل 60. ايه الفرق بقى بين الالمين؟ هو كل الام الانسولين 3 ملي، وكل ملي فيه وكل الانسولين 3 ملي قليله وثاني الجرعات الكبيره. لا الفرق اكبر من كده. نسبه نسبه هو دكتور خالد بس عمل انترابشن مشكور كالعاده. كل الالام 3 ملي، كل ملي فيه 100 يونت بيزل انسولين. تمام كده هتفرق في نسبه الاكسسين. طيب الالم الاصفر ال 3 ملي دي النقطة المهمة جدا، ال 3 ملي معاهم 150 مايكرو جرام لكسسينتايد، يبقى النسبة هنا 2 ل 1، يعني الألم الأصفر فيه لكسسينتايد أكتر، تمام كده؟ بينما الألم الأخضر النسبة 3 ل 1، اللي كل 100 ملي فيهم كل ملي فيه 100 ملي أنسولين وفي 100 ملي في 10 30 يونت لكسسينتايد. يبقى كده لو مشيناها هي النسبة 2 ل 1، تمام كده؟ طيب هي ليه ريحت بيها العيان؟ وليه تعبتنا احنا؟ ريحت العيان لأن لو العيان ده انسولين نايف وعايزين نعمل له انتنسيفيكيشن هنختار الألم الأصفر اللي هو اللي احنا هنبدأ بيه ب 10 يونت، ال 10 يونت دول فيهم كام؟ ال 10 يونت فيهم 10 يونت انسولين و5 مايكرو جرام لكسسينتايد اللي هم بداية الثيرابيوتيك دوز بتاعت الجي ال بي 1، تمام كده؟ وهنبدا نعمل تايتريشن اكوردنج للفاستنج زي ما بنعمل تايتريشن لاي عيان.
كنترول بالفاستنج بلاد جلوكوز زي البيزل انسولين، وحابب اعمل اب تايتريشن للدوسج بتاعتي اب اند داون اكوردنج للدوز اكوردنج للفاستنج بلاد جلوكوز ليفل. انا هو هنا اللاب واحد تمام لحد ما حوصل لجرعه ال 40. الالم ده احنا قلنا الالم الاصفر ده وصل لل 40 يونت، اخره ال 40 يونت. اول ما حوصل للعيان ده ال 40 يونت هعمل شيفتنج للالم الاخضر. الالم الاخضر اللي ستارت معاه لسه باشمهندس تمام حوصل للالم الاخضر. الالم الاخضر بدايته ال 40 يونت، وهبدا اعمل اب تايتريشن برضو اكوردنج للفاستنج بالثلاث قرايات مره او مرتين اسبوعيا. لو وصلت للعيان ده للماكسيمم دوسج بتاعه الالم اللي هو ال 60 يونت، يبقى ده مش العيان بتاع الفيكس كومباينيشن ده، ولازم الريجيم يتغير. يا اما هاد اون برانديال انسولين او اعمل شيفتنج البيزل بولس. بس انا لو وصلت بالعيان الانسولين النايف ده اللي هو ان كنترولد على 60 يونت، يبقى ده مش العيان بتاع الكومباينيشن ده. يبقى ده العيان الانسولين النايف هبدا ب 10 يونت 10 يونت من الالم الاصفر، بعمل اب تايتريشن اكوردنج للفاستنج بلاد جلوكوز. وانس ان وصلت لل 40 الالم وقف، لازم اعمل شيفتنج تمام. طب لو عيان ان كنترولد على بيزل انسولين، عندي الرقم ده اللاند مارك بتاعتي اللي هو 30، هو بياخد اكتر من 30 او بياخد اقل من 30؟ لو بياخد اقل من 30 هنديله الالم الاصفر تمام كده. وهبدا ب 20 يونت، ال 20 يونت دول فيهم 20 يونت بيزل انسولين وفيهم 10 يونت شورت اكتنج جي ال بي 1، وهبدا اعمل اب تايتريشن زي ما عملت الاب تايتريشن المره اللي فاتت اكوردنج للفاستنج لحد ما اوصل للايه للكنترول للفاستنج بلاد جلوكوز. وصلت للعيان ده بياخد 40 يونت، اكيد هعمل شيفت للالم الاخر هعمل شيفت. انا عندي وقت مستقطع. هعمل شيفت للالم الاخضر، عملت شيفت للالم الاخضر هعمل ابجريدنج برضو اكوردنج للفاستنج لحد ما اوصل لل 60. وصلت لل 60 برضو ده مش العيان بتاعنا، يبقى انا هعمل شيفت للتريتمنت اتول. هبعته للدكتور نصر. طيب يبقى ده باختصار لو هو بيزل، لو هو بقى اكتر البدايه بتاعته البيزل انسولين اكتر من 30، يبقى انا هبدا من البدايه بالالم الاخضر وهبدا برضه ب 30 وهعمل نفس الاب تايتريشن اكوردنج للفاستنج بلاد جلوكوز، وهبدا ازيد اب تايتريشن اكوردنج للفاستنج لحد ما اوصل لل 60. فاينالي كده هنكونكلود بسرعه الكلام اللي احنا قلناه علشان الانترابشن بتاع دكتور خالد والانترابشن بتاع الكهرباء بوظ الدنيا. ده المستر ده انسولين نايف ان كنترولد على اورال، اختياري دايما هيبقى الالم الاصفر. الالم الاصفر هبدا ب 10 يونت، ال 10 يونت دول قلنا فيهم ال 10 يونت بيزل انسولين وال 5 مايكرو جرام ليكسيسيناتايد، وهبدا اعمل اب تايتريشن. وهبدا اعمل اب تايتريشن اكوردنج للفاستنج لحد ما اوصل ل 40 يونت. وصلت لحد ما اوصل ل 40 يونت، ولما هوصل لل 40 يونت هعمل برضو شيفت. والله وفي حاجه حد مصلي كده لخبطهم مش كده كده لخبطهم كده لخبطهم فعلا. طيب المدام الثانيه اللي هي اوريدي ماشيه على بيزل انسولين، قلنا اللاند مارك عندنا ال 30 يونت، لو هي بتاخد اقل من 30 يونت هبدا ب 20 يونت من الالم الاصفر وهعمل اب تايتريشن على الفاستنج بلاد شوجر. والاهم حاجه الفاستنج زي ما بناكد ان العيان ده لازم يبقى عارف نقطه ان وانس ان جالك هايبوجلايسيميا يبقى القرايه دي اكسكلودد. لو العيانه دي بتاخد اكتر من 30 يبقى انا هبدا ب 30 من الالم الاخضر تمام، واعمل اب تايتريشن لحد ما اوصل 40 يونت. ال 40 يونت وصلت لهم هعمل شيفت للالم الاخضر او اعمل شيفت للريجيم خالص لو وصلنا اكتر من 60 يونت. عشان كده السليكوا بناكد ان هو وانس ديلي فيكسد كومباينيشن. الفيكسد كومباينيشن دي عملت ادجستمنت وفي نفس الوقت ادتني فاسيلتيز اكبر ان انا اعمل كنترول
with minimal risk hypoglycemia with weight reduction بيتاخد once daily. يفضل ان هو قبل المين ميل اذا كانت فطار او غدا. لا يفضل انه يتاخد بالليل زي البيزل انسولين زمان، لان الشورت اكتنج جي ال بي 1 يبقى هو كده هيعمل هيعمل كفر للبرانديال ازاي. يبقى يفضل بيتاخد قبل المين ميل اذا كانت فطار او غدا. فاينلي بشكر حضراتكم جدا. شكرا. وبشكر